كلهم ما ساعدوني. القبارصة في لبنان للترسيم، انخفاض سعر الخبز، خرسون بين الإجلاء والخدعة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت لبنان. بعد تأكيد الياس بوصعب أن التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع الدولة العدوة وأننا لن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأن ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة، وقول الرئيس عون إن موعد وفد الترسيم مع سوريا تأجل لأسباب ربما لا نعرفها وأن الجانب السوري قد يكون غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الأصدقاء صعبة. برزت تساؤلات عن استفاقة كبار المسؤولين الآن على الترسيم مع الدول الصديقة السهلة منها والصعبة التي تحضر وفودها إلى لبنان والتي ترفض استقبال الوفد اللبناني، بما يعيد طرح تصنيف هذه الدول التي صنفها اللبنانيون في زمن بعيد. لكن وصولية كبار المسؤولين جعلتهم ينكرون شعبهم ومصالحه لمصلحة دول صنفها الشعب بالعدو، فأصبحوا هم أنفسهم أعداء الشعب يتهمونه بعرقلة أعمالهم، منتقلين اليوم من مقولة ما خلونا إلى ما ساعدونا. كلن يعني كلن ما ساعدوني، هذا ما قاله رئيس الجمهورية ميشيل عون في لقاء وداعي مع الصحفيين المعتمدين في بعبدة، موضحا أن لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة. التفاصيل مباشرة مع الزميلة مجل نايد. نعم كارلا، إذن أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن ليس هناك أي نص دستوري يمنع قبول استقالة أي حكومة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة. ولفت في لقاء مع الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري إلى أن لا إرادة لدى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة نجيب ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة، وهو يتعاطى مع التيار الوطني الحر بمعايير مختلفة عن تلك التي يتعاطى بها مع الجهات السياسية الأخرى كحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي. ولفت إلى أنه ليس مقبولا فرض وصاية على التيار الوطني، فنحن رفضنا وصاية الدول، مشيرا إلى أنهم يلقون بالمسؤولية في شكل دائم على جبران بسيل وهذا عيب. وعن اتفاق ترسيم الحدود أكد عون أن إسرائيل اعتادت الأخذ من الدول العربية ولبنان حصل على حق القانا كاملا. وفي موضوع ترسيم الحدود مع سوريا أشار عون إلى أنه تأجل لأسباب ربما لا نعرفها ولكن الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الأصدقاء صعبة. وشكى عون من الكوارث الكبيرة والمؤذية في عهده وانفجار المرفأ المميت الذي شبه بالقنبلة السرية والحدود المقفلة مع سوريا مع وجود 1,800,000 نازح وخزينة فارغة وأزمة الكورونا، وشدد على أن مقولة كلن يعني كلن تنطبق على جميع المسؤولين في البلد الذين لم يساعدوا في محاربة الفساد. هذا كل شيء من القصر الجمهوري، عودة لمتابعة نشرة الأخبار. شكرا لك مجدلين. في بعبدة أيضا عقد اجتماع لبناني قبرصي للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أعلن بعد الاجتماع أنه تم مناقشة النقاط العالقة، وبعد التفاهم على النقطة 23 جنوبا طلب الوفد القبرصي زيارتنا. النقاط الثانية اللي هي بدها تضل عالقة وهيدا موضوع كتير مهم هي الحدود اللي هي بتفصل بين لبنان وسوريا شمالا. نحن والجهة القبرصية توافقنا أنه نحن ما بنقدر اليوم نروح من جهة واحدة ونعلن شو هي الحدود. نحن طالبين نرجع نتواصل مع الأصدقاء بسوريا، مع الجمهورية العربية السورية، وما راح نرسم النقطة ونحددها نحن مع قبرص إلا ما يصير في تواصل ويصير في تفاهم بيننا وبين سوريا، لأنه أي بلدين في علاقات وفي صداقة بين بعضهم البعض هيك بيكون الشغل وهيك بيكون التصرف. من جهته قال المبعوث القبرصي رئاسي إن لا مشكلة لا يمكن حلها بين لبنان وقبرص، ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة. We will have new agreements that will make our cooperation much easier.
ما بعد الاتفاق سينتظر لبنان سنوات لبدء التنقيب والاستخراج بعد التأكد من وجود الغاز. المديرية التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي شددت في حديث لصوت لبنان على ضرورة بدء المحاسبة والمساءلة. عندنا شغلتين بدنا نعملها هلا، وهون ببين دور مجلس النواب. اولا في عندنا مساءله لازم تصير عن شيء حدث في سنه 2011 واللي هو اختفاء UKHO study او دراسه UKHO يلي وصلت سنه 2011 ولم تعرض على مجلس الوزراء يلي كان من ضمن الخط 29 اخفيت وطلع بديله فجاه بخط 23. فاذا دور مجلس النواب اولا هلا خلصنا بدنا نبلش نحاسب ونسائل لما تنعاد هيك قصص ونروح نحن بخلاف داخلي ادى الى شئنا ام ابينا. صح نحن هلا رسمنا ولكن في خساره 1800 كيلومتر مربع نحن راحوا علينا. هلا صح طلعنا بنتيجه مقبوله انقبلت من عنا ومن الطرف الإسرائيلي ولكن يجب المساءلة، وأيضا بنفس الوقت يجب أن نحمي أي ثروة محتملة. بدها تاخذ وقت، مش رح ناخذ بكرة المصاري، يمكن بعد 4-5 سنين هالعائدات تبلش توصل، يمكن حتى توصل مش كعائدات للعملة الصعبة ولكن يمكن إن كان يعني بالغاز، ولكن بدنا نحضر حالنا بحال صار في عائدات مالية يجب أن توضع في صندوق سيادي. لازم نحضر كل البنى التحتية لحتى نتهيأ يكون صندوق سيادي جيد. شو بنعني بهالشي؟ نبلش نحط الإطار المالي الجيد يلي بيقدر يأمن لنا إنه أي صندوق سيادي موجود مش رح ينكسر ياخذ منه المصاري لأنه نحن بلد مديون. رئاسة كميل شمعون وحلف بغداد، تقرير ضمن سلسلة رئاسيات مع الدكتور جورج أسبيك. كان حلف بغداد الذي ضم بريطانيا وإيران والعراق وتركيا والولايات المتحدة كدولة رقيبة أول امتحان إقليمي دولي يواجهه الرئيس كميل شمعون خلال ولايته. وكان شمعون قد زار أنقرة وبغداد وطهران لمناقشة قيام الحلف الذي اصطدم بمعارضة شرسة من عبد الناصر وجند لإسقاطه كل الأدوات السياسية والإعلامية، فكان صوت العرب وكان أحمد سعيد وصحف القاهرة وخطب الرئيس المصري مضابط اتهامية بالعمالة لدول الاستعمار. انقسم العرب عربانا قبل أن يتهيبوا الموقف وينصاعوا لتحذيرات عبد الناصر، ولم ينضوي إلى حلف بغداد من الدول العربية سوى العراق. إنه أول تنازل سيادي من لبنان بصرف النظر عن ماهية حلف بغداد صح أو خطأ. اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن المعادلة بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية جنوبا تجلت بهزيمة إسرائيل وانتصار لبنان، واعتبر أيضا أن قوة لبنان بهذه المعادلة قرار سياسي وطني بخلفية مقاومة حولت لبنان قوة إقليمية عظمى فسقطت مقولة لبنان قوته بضعفه. وعلى بعد أيام من انتهاء فترة الرئيس عون أعلن قبلان أن المطلوب استنفار سياسي شامل ينتهي بتسوية حكومية تدير الفراغ. رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان شكل ضربة كبيرة لحزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل نجحت في ثني ذراع حزب الله بترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرا أن الحزب كان غير راض على الإطلاق عن ذلك لكنه أجبر على الموافقة لأنه لم يكن لديه أي خيار. وأضاف أن ادعاءات المعارضة أنه تنازل كثيرا للبنان أو تصرف بشكل غير ديمقراطي من خلال عدم طرحه الاتفاق للتصويت في الكنيست لا أساس لها من الصحة. وفي تغريدة لافتة قال السفير السعودي وليد بخاري: هناك بون شاسع بين نفي الواقع المأزوم وبين محاولة تبريره واللفت عليه والافتئات عليه. صدقا لم تفاجئني تصريحات وادعاءات عفى عليها الزمن بقدر ما تفاجأت من توقيتها ومضمونها. وأضاف أن المملكة العربية السعودية
تثبت دوما رغم كل محاولات التحريض والتشويه لدورها الإيجابي مدى التزامها بدعم لبنان واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. نتابع نشرة فيها بعد قليل. سعر صرف العملة الوطنية والعوامل المؤثرة في تقلباته. أهلا بكم من جديد. سعر صرف العملة الوطنية والعوامل المؤثرة في تقلباته موضوع طرحه مروان الأدوم مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح. في الأحوال الطبيعية يرتبط سعر صرف الدولار في البلدان بحجم الاقتصاد والنمو ورقم الاحتياطي والاستثمارات وطبعا بالعرض والطلب، إلا في لبنان يخضع سعر الصرف في الآونة الأخيرة ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية لعدة عوامل سياسية منها تشكيل الحكومات والانتخابات النيابية والرئاسية وصولا إلى قضية الترسيم مع الجانب الإسرائيلي، أضف إلى منهجية مصرف لبنان في التعاطي مع السوق الموازية من خلال التعميم والقرارات والتدخل في السوق وعدمه. فما هو الواقع اليوم لسعر الصرف بعد اتمام الترسيم بحسب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح؟ بالحالات العادية كل التطورات التي تصنف إيجابية على المستوى الاقتصادي بتأثر على سعر النقد الوطني بأي دولة، وهذا شدناه طبعا على سبيل المثال بإسرائيل لما وقعوا الاتفاق الترسيم ارتفعت قيمة العملة الإسرائيلية. لكن بلبنان مع الأسف اقتصادنا هلأ بوضع غير طبيعي وأسعار الصرف هي اصطناعية، وبالتالي كل الأحداث سواء كانت إيجابية أو سلبية ما بتأثر مباشرة على سعر صرف الدولار، وهذا الأمر شفناه من خلال مراقبة سعر صرف الدولار بعد الترسيم، ما صار في تأثير أبدا على هذا الموضوع. بين الحين والآخر يسعى مصرف لبنان من خلال تعميمه أن يلجم صعود الدولار، وآخر هذه التعميم صدر هذا الأسبوع، فما هو مسار الدولار في الفترة القادمة بحسب فرح؟ المسار الذي سيتخذه سعر صرف الدولار بالأيام المقبلة بالحقيقة مرتبط بالقرار الذي سيتخذه مصرف لبنان وتحديدا حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، يعني سر هذا الموضوع عند رياض سلامي فقط، لا أحد آخر يملك هذا السر. هل الهدف خفض الدولار إلى مستويات منصة صيرفة؟ إذا كان هيك طبعا مصرف لبنان سيضخ المزيد من الدولارات وسيتوصل إلى خفض الدولار بالمرحلة المقبلة، أما إذا كان الهدف بس التهدئة قليلا وصار في تهدئة بعد ما عمل بيانه، معناتها الدولار رح يستمر سعره بالمستويات اللي شايفينها اليوم أقل شوية أو أكثر شوية. سيبقى الدولار وسعر صرفه يستنزف معيشة المواطن اللبناني طالما هناك سلطة مستفيدة عند صعوده وهبوطه دون السعي إلى إقرار خطة تعافي تتحمل فيها الدولة مسؤولية ما وصلنا إليه من جراء سياسات الاستدانة التي انتهجتها. مروان قدوم، صوت لبنان. ارتفع مجددا سعر صفيحة البنزين بنوعي 95 و 98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية، والمزود 5000 ليرة، والغاز 7000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 713000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 729000 ليرة، المزود 856000 ليرة، والغاز 423000 ليرة. عدلت وزارة الاقتصاد تسعيرة الخبز اللبناني الأبيض مع انخفاض سعر صرف الدولار بعد أن تخطى 40000 ليرة، فأصبحت الربطة حجم صغير على ألا يقل وزنها عن 340 جراما 10000 ليرة، ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 835 جراما 17000 ليرة، وربطة حجم كبيرة على ألا يقل وزنها عن 10107 جرام 21000 ليرة كحد أقصى. صحياً، إصابات الكوليرا في تزايد مستمر في ببنين العقارية ومناشدات لمعالجة مشكلة المياه الملوثة. تخطت الإصابات بوباء الكوليرا 200 إصابة في بلدة ببنين العكارية، مما خلق حالة من الهلع في صفوف المواطنين الذين ناشدوا الدولة اللبنانية الإسراع في تأمين اللقاحات لبلدتهم والتي تعاني من تلوث كبير في المياه التي يشربونها من نبع الفوار المتداخل مع شبكات الصرف الصحي، والذي لطالما رفعوا صوت لأجله في وجه المسؤولين، لكن لا حياة لمن تنادي.
وزارة الصحة لبت النداء، لكن ليس من باب الحرص على الأهالي، إنما خوفا من انتشار الوباء وتخطيها عتبة البلدة. فكان المستشفى الميداني، فماذا تقول ناهد سعد الدين مديرة المستشفى لصوت لبنان عن أوضاع المصابين وتلوث المياه؟ أنشأ هذا المستشفى طبعا بدعم من وزارة الصحة، وفي عنا جهات تانية، الهيئة الطبية الدولية بدعمها، اليونيسف طبعا، بالإضافة للجمعية الطبية الإسلامية. يعني الدعم اللي إجا نحن كفينا بالتعاون مع هذه الهيئات. كل يوم صارت تتزايد الأعداد، يعني عنا كل ساعة منعلق 10 أمصان. في مصل بيبقى ساعة ساعتين ثلاثة حسب الحاجة، في مصل بيتودع البيت حالته ما كتير خطرة. المحامي نهاد سلمى عضو مجلس بلدية ببنين وقريب لأحد المتوفين بالكوليرا، لفت إلى أن النزوح السوري أرهق ببنين من جميع الجوانب. ببنين بالنهاية 60,000 نسمة، لأنه عدد كبير وعندنا حوالي 20,000 نازح، فشي طبيعي رح تكون الإصابات مرتفعة، بالإضافة أنه الشرارة اللي انطلقت من المخيم النازحين بالرحانية، بالإضافة المي نحن عنا كوارث خاصة بعد تلكؤ الدولة في مشروع المي في ببنين، بالإضافة كمان يعني رفع النفايات، نحن صعب كتير حتى نشيل النفايات كبلدية، ما في مصاري ما في سيولة. ما إن تنفس المواطن السعداء من وباء الكورونا حتى بدأت المخاوف تسيطر عليه بسبب وباء الكوليرا، وبالطبع ستبقى المناطق الأكثر فقرا وحرمانا هي العرضة للإصابات بسبب غياب أي إمكانية لشراء المياه النظيفة. من الشمال روع رفاعي، صوت لبنان. نتابع النشرة فيها بعد الفاصل. إيلون ماسك يقيل القيادة العليا لشركة تويتر. عودة لمتابعة النشرة. تستعد خيرسون جنوب أوكرانيا لمعارك ضارية في ظل حشد وتصعيد من جانبي موسكو وكييف وتضارب التصريحات بشأن الوضع في المدينة الاستراتيجية، إذ أعلن مسؤول في السلطات الموالية لروسيا أن عملية إجلاء المدنيين من خيرسون قد استكملت، في حين أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن عملية الإجراء مسرحية والقوات الروسية متمركزة في المدينة. جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد فيه وانغ يي أن بلاده ستدعم روسيا للتغلب على الصعوبات وتعزيز مكانتها كقوة عظمى، وأن أي محاولة لمنع البلد من الماضي قدما محكوم عليه بالفشل. بدوره أكد لافروف أن بلاده مستعدة لتعزيز التواصل مع بكين على جميع المستويات. قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إقالة القيادة العليا لشركة تويتر في أول خطوة اتخذها بعدما أصبح المالك في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وكان ماسك اتهم في وقت سابق قيادة الشركة بتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي، وهي ما زعم رفضتها الشركة. الصفحة الرياضية مع رومان طانوس. نبدأ أخبارنا الرياضية ببطولة لبنان لكرة السلة. حقق فريق الحكمة الفوز على فريق NSA بنتيجة 81-64 على ملعب فؤاد شاب بجونية. إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية عن قرار اتحاد الدول لكرة السلة، وبعد أن حققت اللجنة المختصة بما حصل، رح بيتم إيقاف اللاعب اللبناني وائل عرقجي مباراة واحدة، واللاعب الأردني أحمد لدويري 5 مباريات دولية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة، بالإضافة إلى فرض عقوبة مالية كبيرة على الاتحاد الأردني على أثر الإشكال اللي حصل بين اللاعبين والجهاز الفني الأردني بالفندق بعد المباراة اللي جمعت المنتخبين بالنصف النهائي من بطولة آسيا 2022. ومننتقل لبطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم. خسر نادي أرسنال الإنجليزي أمام نادي PSV بنتيجة 2-0، وفاز نادي فيورنتينا الإيطالي على بشاك شهير التركي بنتيجة 2-1. أما مباريات المجموعة الثانية، تعادل لارنك مع دينامو كييف 3-3،
وفاز ريال بيتيس الإسباني على لودوغوريتس البلغاري بنتيجة 1-0، بينما خسر براغا البرتغالي أمام يونيون برلين الألماني بنتيجة 1-0. وبلقاء آخر لصالح المجموعة السادسة فاز لاتسيو الإيطالي على ميلان بنتيجة 2-1. وننتقل إلى نشرة الأحوال الجوية. الجو اليوم مشمس والحرارة بتتراوح بين 19 و26 درجة، سرعة الرياح بتوصل للعشرة كيلومتر بالساعة ونسبة الرطوبة 52%. جو الويكند مستقر والحرارة بتتراوح بين 23 و27 درجة، تنين بيتغير الطقس، الحرارة بتنخفض لل 25 درجة أقصاها و21 أدناها، وبتتساقط الأمطار مع حدوث برق ورعد. تلاتة بتستمر الحرارة بالانخفاض وبتسجل 23 أقصاها و19 أدناها. النشرة انتهت. تابعونا عبر موقعنا vidyal.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.